السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ميتريزور سكري سالي. اليوم ان شاء الله ما هي وصفه، ما هي حتى شي حاجه. اليوم درت لا ماشين لافي والحوايج تلقوا ليا. شوفوا هذه الحاله، يعني خسروا. نوريكم انتما التيشيرتات، تيشيرت ديال البيجاما ديال ولدي كي ولا كان بيض نورمالمون بيض، ما بقاش. وغادي نجرب معاكم دي زاستوس. ها شوفوا لي تيشيرت ديال، وسبحان الله العظيم ديما كتجيك في الراجل، ما عرفتش علاش. انتما دابا غادي نجرب معاكم الحيل. غادي نجرب عندي هنا فانيش اللي كيحيد هذا ديال انتي تاش، كيحيد لي تاش. وغادي نجرب صابون البلدي، وغادي نجرب هنايا درت برمه ديال الماء، درتها هي كتسخن، نزت عليها هذا الصابون ديال الماعن، وغادي نزيد عليها الخماره ديال الكاطو، وغادي نحشي فيها، وغادي نشوف واش غادي يخرجوا ولا لا. هانتوما يعني عندي خسروا لي بزاف، ماشي غير واحد ولا جوج، وغادي نشوف واش غادي شنو اللي غادي يتفك. انا بعد ما بدا كيتبق غادي نخوي الخماره. كي كتشوفوا وغنخوي الثانيه ولا، وغادي ندير الشورت ديالي. نحاول نديرو غير بالمغرفه باش ما نتحرقش. الله وعسى يتحيد منه. الا كيبان لكم الماء صراحه بدا كي هانتوما، شتي بحال داك لا كولور داك الغوج بدا كيتحيد منه. نجربو، نخليه مازال كي انا كنحرك هكا، يعني شتي لا كولور ديال الماء بدات كتبدل. نشوف كيبان مزيان ولا لا. ايوا الله تحيد لنا هذا اللون. المهم البنات انا نقصو هكا، كنخلط واحد 5 دقائق نصبر عليها باش ما نحيدهاش دابا على الاقل، على الله وعساك ما يتحيد لي اللون. وغنرد عليكم باللي كاين، اللي صدقات صدقاش واللي ما صدقاتش ما صدقاتش. وهنا البنات غادي نجرب هذا فانيش. المهم هما دايرين 5 دقائق كديريه نتوما، واش 5 دقائق ماكسيموم صافي وكنحيدو. غنشوفو على الله واش غيصدق ولا لا، واش غيحيد لنا هاد اللون ولا ما غيحيدوش. غادي نحسب له حتى انا 5 دقائق وغادي نخليه. هيا ونرجع ونقول لكم النتيجه ديال كل حاجه. غادي نخليه وغنجربو عاوتاني حاجة أخرى. هانتوما البنات كاع مبقاش فيهم حتى شي طبعة، يعني مبقاش كاع، خرجتهم هنا للطب. شي بالكم بلي
انا هو هادشي الشخص اللي كان حالته هذا بقى شي شويه بحال لا غوز ما صفاش ما يخرجش بيض بيض مي بون سي ديجا سا وهذا اللي كنت درت ليه فانيش بنات فانيش راه ما خرج ليش بفانيش بقى مقرط تما حتى عيا ورديته حتى هو طبختو في الخميره والماء سخون فالصراحة باش نجيكم من التالي داك التخربيق كله حتى حاجه ما صدقات الخميره هي اللي صدقات ديال والماء سخون كتبخوهم في في الماء طايب مع الخميره ديال الحلوه نتمنى اللي طاحت في هذا الموقف ولا اللي كتبها على شي واحد المهم هادي غتسلكك